بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يأتيني كثير من المسلمات ويقولون أن الآية الكريمة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الحجاب لا تصف شكل الحجاب ولا تقول أن المرأة يجب أن تغطي شعرها. فمثلا كثير منهم بيقولوا لي طب أنا بقدر ألبس محتشم بس مش بالضرورة إني أغطي شعري. وكثير من غير المسلمين من يقول أن الحجاب هذا ظلم للمرأة، وأن عندما نجعل هذا الحجاب على رأسها كأننا أيضا نحجب عقلها ونحجب أيضا علمها، وأن تكون أيضا فاعلة في المجتمع. فما ردك على هذا الكلام؟ الحمد لله. الغريب في هذا الطرح، الغرب بالذات، فرنسا قبل فترة قالت أي واحدة منقبة ممنوع تدخل فرنسا، ممنوع تمشي بالشوارع، مع أنه مبادئ الغرب وخاصة المبادئ الفرنسية التي قامت على الثورة الفرنسية للحرية الشخصية في بلاد عربية، اعتقد ما تشاء صح وافعل ما تشاء دون أن تمس الآخرين، هذه اسمها حرية عندك. أنا حر فسمحوا لنا، وهذه العراق موجودة، موجود عراق ممنوع تدخلها العاري تماما. العجيب اللي بدي غطي وجهه ممنوع. طب يا أخي حرية شخصية، إذا هذا مش فكر حر، هذا عبارة عن فكر إجرامي قاصد تعري الناس وعدم كسوة الناس. الآن الإسلام جاء للسترة، وكل الأنبياء السابقين طلبوا من أتباعهم أن يغطينا أجسادهم. فاللباس الشرعي عندنا هو مثل عند اليهود والنصارى في الكتب الأصلية. الراهب ليش بتتحجب؟ لأنه عندها نص، فهي بتتمسك، غيرها بتمسكش. فهذا زي ما الطبقة اللي انتخب على البقية، بس هم معتمدين على الكرسي باعتراف وخلص غفرتك وراحوا مع السلامة. هذه القضية مطلوب منا كنا إن نتحجب. لماذا؟ لأنه إحنا إذا كنا متاعا مباحا للآخرين إذا لماذا نتحجب؟ وإذا كنا إحنا زوجية لا يجوز لأحد إلا للزوج وللزوجة لبعضهم، فمعناته ننحصر بذلك. البهائم لا تغطي العورات، لا تغطي العورات البهائم، مش مطلوب منها، عادي ماشي كاشف. نحن لسنا بهائم، كرمنا الله على تلك المخلوقات. بقول لك أنت بتختلفي، أنت جوهرة ثمينة، لست كقطعة الحلوى تترك في الشارع مشان الذباب يجي عليها والميكروبات، لا تصاني. فبالتالي أنت حرم مصون. أقول لك ليش تقول حريم وحرمة؟ حريم يعني حرام تتعدى على حرمة هذه المخلوقة، هذه كلمة حريم، يعني لها مكانة خاصة ممنوع حدا يتعدى عليها. فلذلك نحن الذين، طب بعض المسلمات يقول لك مش نازل الشكل معين، الشكل المعين مش مطلوب، يعني مثلا ألبس مثل اللباس الهندي أو اللباس السعودي، أو لا لا في لباس شرعي. الله يصف، يصف الأعضاء الداخلية الجسم، ولا يشف كل شفة، ولا يكشف الشعر وغير الوجه واليد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بيّن كيف يكون الحجاب، جاءت له أسماء أثناء هجرته إلى المدينة مع رسول مع أبي بكر رضي الله عنه، فوجدها في لباس صفيق يعني كسم جسم، فقالها يا أسماء إن البنت إذا حاضت لا يبين منها إلا وجهها وكفيها. هذا حديث صحيح النبي نأخذ. فإذا أراد أناس أن يغطوا على حتى على الوجه بيأخذوا بحكم أمهات المؤمنين وحكم خاص. نعم هذا اجتهاد، مش مشكلة، لا أعترض على هذا، ولكن أعترض على من يعترض على اللباس الشرعي. لماذا تسمحون بكل الفساد في الأرض وتمنعون هذه؟ بدها هكذا، شو بدك فيها؟ يقول لك هذه مجبرة، مين قال لك إنها مجبرة؟ مين قال لك؟ إذا كان شفت أنا الغربيات يلبسهم وهم اللي بعمالهم بغطوا وجوههم، أنا شفت يعني أكثر اللي في فرنسا وفي أوروبا هم من الغربيات اللي أسلم أو أسلمنا، فبالتالي بقول لك أنا هيك، شو بدك فيه أنت؟ أنا حرة، أنا كنت متعرية في يوم الأيام، انتهيت الآن. فتمنع هذا وتسمح بهذا؟ ولذلك هذا ينطبق عليهم من طبق على قوم لوط. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ شو العلة تخرجوهم؟ إنهم أناس يتطهرون. لأنهم مطهرين، إحنا عندناش طهر، لأننا نظيل عندنا. فلذلك المرأة المتحجبة عندنا في المجتمع تحترم في بعض المدسوسات. ترى أنا سمعت عن قصص واحدة بتتحجب تعمل مشاكل في المجتمع عشان يكونوا تطلع، وصاروا يجيبوهم على التلفزيون يقولوا إيه هذول الكذبات، هذه خطيرة جدا. ولكن هذه الشذوذ، الأكثرية الساحقة محترمة ويحترمها الناس ولا يتعرضون لها. طبعا هم بياخذوا الأقلية وبيعمموها على الكل. غلط طبعا. صحيح. هذا خاطئ. بارك الله فيكم، الله يجزيك خير.